الاكشاك ديت اللي يعني السائل فيها ماشي، ما بس مش معار في كل حته، واحد ما يعرفش حاجه ماشي عايز يسال، ده دين على الكل، انا ليا ديني وعايز لو في سؤال ولا حاجه اسال، والتانيين برضه لهم حاجه. ينفع لكم في المواصلات؟ ما والله ما دي حاجه ممكن يعني، طبعا احنا بنتصل بالمشايخ عن طريق التلفزيون عن طريق اي حاجه ماشي، وممكن في الجوامع يعني، هي ابسطها الجوامع احسن. تفهم يا عم، دام كلها في الدين عشان خاطر هو لنا لمغز، دي بلد كبيره بقى يعني مش اكتر من كده، وتتفق ولازم الناس تعرف كل حاجه عندنا وتعرف كل حاجه. هو ده ما فيش ضرر للدوله، ما فيش مشكله، انما برضو لا ضرر ولا اضرار، يعني حاجه هتضر الدوله يبقى هنعملها ليه؟ ما فيش مشكله، ده ما تضرهمش ولا تضرش حد، لان احنا كلنا وطن واحد. المكان نفسه شايفه مناسب للمحطات المترو؟ اه مناسب. مناسب على ما اعتقد، اللي هو مش مناسب لهدف ان كل الناس المترو هيبقى مستعجل، ان هو اساسا رايح شغله، فمش ما عندوش وقت ان هو ينزل، او في الزحمه مش معقوله ان انا مثلا اسال سؤال وحواليها دوشه، في لان في يعني، وبعدين ده مش مكان مناسب بعدين لما انت حضرتك، ما انت عندك الجوامع، ما يقعدوا في الجوامع على مكان فيه هدوء، تمام؟ على الاقل مثلا سؤال اقدر استعيب الاجابه اللي هي اللي هو يديها له كده. والله حضرتك اللي شاف ليه مصلحه في اي حاجه يعملها، بس يعني هم شايفين ليهم مصلحه في الحاجه دي وهتنفعهم يعملوا، انا ما تحل مشاكلهم ومشاكل الناس. يعني المترو ما تعملش كده، فاهمني؟ الازهر اتعمل مثلا عشان اللي انا اروح عندي مشكله، فهمني حضرتك؟ بس فمش ده الوضع المناسب للمترو يعني. لا ما ينفعش، في مكان لكل حاجه تخصص يعملوها فيها، لكن شغل عك ده ما ينفعش. دار الافتاء معروف مكانها فين، ده معروف مكانه فين، انا راح استفتر على دار الافتاء، ايه اللي يودينا بره واروح هنا واروح هنا؟ اروح في المكان المستحق ليه، هي تضر بالدين مش بالدولة، هم ليهم حقوقهم احنا حقوقنا. لكن دلوقتي الكنايس عامل لها حراسة وعامل ومقفل، ما بعمل حزازية بالناس وبعضيها ليه؟ ما انا كل حاجة عسكرية، انا بنزل اجيب دلوقتي خضار الاقي العسكري واقف يبيع لي، انا اجيب ده في امبابة عربيات الخضار واقفة بتبيع، مش عارف ايه. احنا مش معترضين مع الدولة، احنا عاوزين الدولة تمشي، بس هي مش ماشية. الناس مش لاقية. شيخ هيقعد في كشك كده والناس رايحة جاية عليه ده. اللي عايز فتوى بيروح دار الافتاء، بيروح جاية مسا شيخ الزاوية. لكن ده تهريج خالص وبيقلل من قيمه العلماء وقيمه الازهر ذات نفسه، يبقى في كشك يعني. كشك ايه؟ انا حتى اسمه كشك، الكشك ده بيتباع فيه سجاير وبيتباع فيه كل حاجه، وحتى الاسم ما ينفعش. لا في الحاله اللي بتقول عليها دي لا طبعا. يعني في مكان معين او دار معين مخصص للمشاكل الاجتماعيه، تمام؟ اي حد عنده ظرف ما مش عارف يسدد حاجه، مش عارف يجيب حاجه، مش عارف يساعد نفسه، في المقر ده هو ده يعني انسب حاجه. لكن موضوع المواصلات مثلا، او مثلا زي مثال زي ما بتقول في المترو، بتبقى خاصه بالركاب بس. لا طبعا. ليه؟ المفروض مثلا الازهر تقييمه مثلا، المفروض اي حد عنده فتوى بيذهب للازهر يستفسر عنها بس. الاقباط والمسلمين في مصر يعني يعتبر اخوه مع بعض، ما فيش اي مشكله ما بينهم. شايف ان بعد كده ممكن يعملوا مشاكل بالتشيك ده؟ لا 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 لا. المفروض الثقافه الدينيه ليها يعني مواقع أو ليها أماكن معينة، يعني لا يحق في مترو الأنفاق أن يتكلم في الثقافة الدينية. مترو الأنفاق دي وسيلة مواصلات.